أكد السيناريست زكريا السيلي أن هناك اتفاقاً بينه وبين الجهة المنتجة لمسلسله الأخير خلف الله للنجم نور الشريف على تقديم جزء تاني للعمل، موضحاً أنه بدأ في كتابة الخطوط العريضة التي ستدور حولها أحداث الجزء التاني. وقال السيلي أن الرؤية ستتضح بشكل نهائي عقب عودة الفنان نور الشريف من الخارج حتى يقرر موقفه النهائي من الجزء التاني. كان الجزء الأول قد تم عرضه في رمضان الماضي، وشارك نور في بطولته عبير صبري وصبا مبارك ومدحت تيخة وسميرة عبد العزيز وخليل مرسي ولقاء سويدان. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلواء، اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسألك العجل العجل إلهي الإجابة الإجابة.